مرحبا بكم أجمل ترحيب في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى بناء على توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم. خصصنا يوم في كل أسبوع للقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في مفاصل وزارة الداخلية وكذلك عوائل الشهداء والجرحى والأخوة المواطنين الأعزاء الكرام للاطلاع على أحوالهم والمعاضل التي يعانون منها وإيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون.